بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. انا عاصم علاء الدين، نائب رئيس مجلس اداره شركه كيماجيت الصناعات الكيماويه والدوائيه. طبعا احنا شركه مساهمه تاسست سنه 89. مجال نشاط شغلنا الكيماويات الطبيه، خامات كيماويات الدواء. بنشتغل حوالي تقريبا بنشتغل مع المصانع الخاصه او المصانع الحكوميه، سواء بتشتغل في المجال الطبي عامه في مصر او بنخدم مجال الصناعه في مصر. لينا طبعا حوالي 6 فروع على مستوى الجمهوريه، القاهره، طنطا، بورسعيد، كذا فرع لينا في على مستوى الجمهوريه. مجال شغلنا حوالي بننتج ما يقرب عن 1000 ماده، سواء انتاج داخل المصنع او استيراد او كده. طبعا النهارده انا الاول برحب بحضراتكم. تاني حاجه ان احنا النهارده بنتكلم على ماده جديده احنا لسه منزلينها، دي ماده طبيه خاصه برضو بالمجال، داخله في المجال الزراعي شويه، اسمها السيتوبلازم بيز. سيتوبلازم بيز هي ماده، يعني مش هبالغ ان هي لو قلت ان هي اول ماده تقريبا، مش هقول لك مستوى العالم يعني، تقريبا ان هي او في مصر عامه اول مره تدخل مصر، وفي العالم برضو لسه ماده جديده، لسه ماده داخله في المجال الزراعي. الماده السيتوبلازم بيز اللي هي عباره عن ماده سايله، وهي عباره عن شغل نانو تكنولوجي من خلايا النبات. وظيفة المادة إن هي زي نقدر نقول كده بالبلدي باحث عن الخلايا النباتية، يعني بتدور على الخلايا النباتية موجودة فين وبتعمل كاتشي للخلايا النباتية. دي وظيفتها. المادة دي بتضاف على أي منتج زراعي، سواء رش أو تسميد مخصب زراعي، سواء رش أو تسميد. بتخش وظيفتها إن هي بتخش تفتح الخلايا النباتية قدام المنتج اللي داخل، فبتوصله بصورة أفضل للنبات، او بيخلي النبات منه استفاده كامله. في ناس كتيره جدا هتسال طب هو ايه الفايده ليها، او فايده ليها للنبات او الكلام ده كله. السيتوبلازم هي اولا ماده طبيعيه، مش ماده مش مركب صناعي، دي ماده طبيعيه بتضيفها على اي مخصب او اي ماده زراعيه تدخلها النبات، سواء رش او تسميد. بتيجي طبعا اي مركب زراعي او اي مركب زي حتى الدواء بيبقى ليه، لما بيجي يحدد الجرعه بتاعته على العبوه، لان هو بيعمل المصنع نفسه عامل ان في نسبه فقد مش واصله مثلا 20% 30%. لا، السيتوبلازم وظيفتها ان هي وانس ان هي بتضاف على اي مركب بتدخل المركب كاملا للنبات. يعني انا مثلا لو هرش بمعدل لتر الفدان على مثلا سماده او على الرشاشه او على سماده او الكلام ده كله، باجي بدل هرش اللتر على الفدان لان انا عندي نسبه فقد من اللتر ده 30%. فانا لما بحط السيتوبلازم بدل ما احط لتر للفدان انا كده وفرت، بدل احط لا لتر الا ربع، بحيث ان انا حاطط السيتوبلازم يبقى انا النبات استفاد، يبقى انا نسبه الفقد 30% دي بدل ما النبات هو اللي طردها، لا انا اللي وفرتها عندي في الشغل او في الايه استخدام مره ثانيه. تاني فايده للسيتوبلازم زي ما احنا قلنا بالاول ان هي باحث عن الخليه النباتيه. طب الخليه النباتيه دي احنا مثلا كل المركبات الزراعيه بتشتغل ان الخليه النباتيه موجوده، يا اما في الاوراق، يا اما في الجذور، يا اما سواء بالرش او التسميد. لا، انا الخلايا النباتيه عندنا اصلا موجوده في اللحاء بتاع الشجر او الخشب بيسموه. فاللحاء بتاع الشجر او الخشب لما اول ما انت تيجي تستخدم كماده رش، سي مثلا احنا هنتكلم على بوتاسيوم مغذي للارض، فاحنا بنرش مثلا معدل لتر للفدان. معدل اللتر ده للفدان انت بتيجي بتستفيد، الشجره بتستفيد منه عن طريق الجذور يا اما عن طريق الاوراق. لا، انا دلوقتي السيتوبلازم وظيفتها ان هي هتدخل لك كمان الفايده بتاعه البوتاسيوم عن طريق الخشب. حصلت عليها تجارب في ثمار المتساقطات، زي مثلا مزارع عنب، يعني جربت على مزارع عنب كريمسون وعنب تصدير، كذا نوع من العنب، جربت كمان على كذا 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 منتج او كذا ثمره تصدير. فطبعا ليه؟ لان احنا انا كمركب، انا المركب احنا يعني احنا كمصنع احنا بنطلع مواد خام. مادة خام دي وظيفتها هي ملهاش كتأثير، يعني هي بتفعل لك المركب اللي حضرتك حاطه. حضرتك حاطط لها مخصب زراعي هتفعل المخصب الزراعي، حاطط لها نمو هتطلع لك نمو مركب للنمو الخضري هتفعل المركب للنمو الخضري. لكن هي كمادة بيز، هي مادة بيز اسمها سيتوبلازم بيز. يعني ايه سيتوبلازم بيز؟ يعني مادة قاعدية هي بتضاف. معدلات الاضافه ليها طبعا ايه، الناس تيجي مثلا تقول لا طب انا هضيف لتر على لتر تبقى التكلفه عاليه. لا، انا ما بضيفش لتر على لتر، هي العبوه بتاعتها بتبقى عبوه لتر زي ما احنا شايفينها كده. العبوه اللتر دي بتضاف بمعدل 20% من المركب اللي حضرتك هتضيفه. يعني ايه؟ سي مثلا حضرتك هتحط مركب
برضو هنتكلم على البوتاسيوم او مخصص بوتاسيوم مثلا. حضرتك هتحط لتر، معدل لتر الفدان على موتور 600 مثلا، لا انا اللتر بتبقى ايه، هتحط تمسك اللتر بتحط عليه 200 سنتي 20% من اللتر، يعني 200 سنتي، يبقى عندك مركب لتر و200 سنتي، بتدي بتاخد اللتر و200 سنتي تحطه على الموتور، تضيفه على ميه بقى، تضيفه على حضرتك هترش. لكن انا بكلمك على المنتج اللي هو يعني بقى الخامس. ابتدت الناس لا، بدل ما انا بضيف اللتر بضيف مثلا لتر الا ربع او لتر كده، لان انا خلاص انا بقيت وفرت فلوس ليا، وفرت فلوس لل يعني، بدل ما استخدم مثلا اللتر ده بستخدمه في مره، لا بستخدم نص لتر، يعني اللتر ده بستخدمه مرتين معدل مره، فطبعا وفر لي فلوس. طبعا السيتوبلازم دي ماده داخله دلوقتي تقريبا، يعني احنا بنشتغل بيها اغلب شغلنا ليها دلوقتي مع مصانع، المصانع رو ماتيريال للمصنع، بيدخلها في المركب عامه بيدخلها، لكن احنا دلوقتي بدنا ننزلها في في الفروع عندنا، او مثلا طريق الشحن المحافظات او الكلام ده، بيبقى طريق لصاحب الارض على طول او للمزارع على طول، لان هو لو واخد مركب حتى ما فيهوش سيتوبلازم انت ضيف عليه السيتوبلازم. برضه انا بكرر، السيتوبلازم هي ماده طبيعيه مش ماده لا هرمون، لان في ناس بتقول لك لا طب ما ده هرمون او كده، لا برضه ده مش هرمون، ده طبعا وده طبعا ده معتمد تحليلات المصنع عندنا، تحليلات مصلحه الكيمياء، وزاره الزراعه، جميع التحليلات. لان انا برضه عشان اوضح النقطه دي، عشان برضه الناس لو كتير هتسال في النقطه دي، الهرمون فهو لو انا حطيته لوحده هيجيب نتيجه معايا، لكن انا السيتوبلازم انا لو حطيته لوحده مش هجيب نتيجه. هي هتجيب نتيجه في ايه؟ لو انا عندي مطبقات في ارض، او مثلا الخليه هتبقى مفتوحه، خليه النبات هتبقى مفتوحه زي فتح شهيه كده. لكن هي كسيتوبلازم لا، هي مش هتجيب نتيجه لو اتضافت لوحدها، هي بتفعل لك نتيجه المركب اللي انت حطيته زي ما وضحنا قبل كده. طبعا السيتوبلازم زيها زي اي، بالنسبه للمصنع عندنا احنا زيها زي اي مركب كيميائي، انا بتكلم بس في المجال الزراعي، اللي السيتوبلازم خاصه بالمجال الزراعي، لكن احنا زيها بالنسبه لمعامله السيتوبلازم بالنسبه لنا زي الخلاصات، زي الزيوت الطبيعيه، زي الكولوديوم. يعني احنا برضو ايه، احنا بنتكلم السيتوبلازم كرو ماتيريال من ضمن تقريبا 1000 منتج زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، بتشتغل فيه بالمصنع عندنا، منهم اللي بيبقى اللي هو مستوردينه لحسابنا طبعا، مش ومنهم اللي هو مش شغالين عليه انتاجنا احنا من اي تو زد. طبعا العبوات برضه عشان حضرتك، اي عبوه بتبقى طالعه من سواء من مصنع عندنا، يعني اي عبوه يعني سيتوبلازم او غيرها، بيبقى عليها الداتا شيت بتاعت العبوه، بيبقى عليها طريقه الشهاده التحليل مع العبوه، بيبقى عليها الكيو ار بتاعها لو انت حضرتك عايز تضيف اسئله للخدمه ما بعد البيع. يعني ده اللي موجود عندنا ككيماجيت نفسها بتوفره، يعني سواء في السيتوبلازم او في اي منتج تاني. يعني طبعا احنا مجال شغلنا مجال سبيسيفيك شويه، اللي هو مجال صناعه الدواء، فانت طبعا عندك مجال صناعه الدواء، يعني بتتكلم في يعني نو ريسك. احنا كده خلصنا موضوع السيتوبلازم، نيجي بقى للمجال برضو بقيه شغل المصنع عندنا او كده. احنا كمصنع يعني مثلا ايه، في مواد اللي هو السوق المصري بيحتاجها او في السوق عامه سواء مصري او العالمي، احنا برضو زي ما ببلغ حضراتكم ان احنا في عامل التصدير عندنا، احنا بنطلع منتجات تصدير، سواء تصدير العراق، تصدير السعوديه، كذا مجالات تصدير، مكاتب تصديريه بتاخد مننا شغل بتصدر. طبعا في مواد زي مثلا ايه البوريك، البوركس، دي مواد طبعا الناس كلها عارفاها. في مواد بقى مش موجوده تقريبا في مصر او مش حد بيعملها، زي حاجات الريدي تيوز، حاجات الابحاث، حاجات مثلا ايه الفينولفيسالين ليكويد، كذا ماده مجال ابحاث. طبعا الكلام ده كله عشان انا لو قعدت اتكلم فيه ماده الفيديو مش هيكفي يعني، لكن انا طبعا كل الكلام ده موجود في الكتالوج بتاعنا، يعني حضرتك ممكن تخش على موقع الشركه او كده تطلبوا الكتالوج هيوصل. بس في بعض المواد اللي هي ايه بتبقى الاون سبوت، يعني زي ما بيسموها، زي مثلا الكولوديوم. الكولوديوم ده ماده طبعا الكولوديوم ده ماده، بس دي ماده ليها علاقه بالمجال الطبي شويه، او الناس المجال الطبي والناس عارفاه في المجال الطبي. الكولوديوم سواء 4% وفي عندنا 8%. طبعا في حاجه تانية زي مثلا الخلاصات النباتيه او الزيوت الطبيعيه، دي الخلاصات مثلا، ده جانب الخلاصات، خلاصه دي مثلا، دي خلاصه الكاموميل. احنا برضو عندنا الكتالوج برضو موضح اكتر الكيماويات الموجوده اكتر ايه، خلاصه الكمامين، الخلاصات النباتيه، الحاجات دي مش موجوده يعني تكاد تكون. ان المصنع احنا اول مصنع في الشرق الاوسط تقريبا، ده بيبقى انتاج المصنع عندنا من اي تو زد، زي الزيوت مثلا الطبيعيه، زي سواء بقى دي بتبقى عبوات مثلا مستهلك، عبوات صغيره 30 مللي، او عبوات لترات للمصانع او الجراكن او كده، بس دي عبوات مستهلك، لان احنا برضو عندنا جانب للمستهلك. ان انا بشتغل برضو ايه، يعني انا كمصنع مصنع ادويه او مصنع خامات دواء،
لازم المستهلك بتاعي ما بعتمدش على مستهلك كمصنع، بعتمد على مستهلك اند يوزر عادي، مواطن عادي او حد ما. طب انا 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 كمواطن عادي، انا مثلا عايز الزيت، انا عندكم زيت سمسم او زيت اي نوع زيت، طب انا مش محتاج لتر او مش محتاج ده، انا محتاج عبوات عينات عبوات صغيره يعني الاستخدام. عندنا لا، عندنا عبوات بقى، عندنا عبوات ال 30 مللي بتبقى دي عبوات استخدام الاستخدام الشخصي يعني. في طبعا حاجات برضو، حاجات الاند يوزرز اللي حاجه بنشتغل عليها برضو دلوقتي، ده بجانب اللي هو الشغل بتاعنا، زي مثلا الانتي فوج، حاجه ما نزلتش تقريبا او كانت جديده في مصر، كنا بنشتغل فيها ايام ايام الفتره بتاعت الكورونا والكمامات كده. دي وظيفتها ان هي بتمنع تشبر النضاره، يعني هي بترشها سواء بقى على العربيه او النضاره او كده او التكييف، تمنع التشبر بتاع التكييف بتاع العربيه مثلا في الشتاء. انا مش مصنع كيماويات زراعيه، انا مصنع كيماويات طبيه. يعني مثلا عندنا ماده هنا زي الستريك اسيد او محلول الستريك، ده تقريبا ده بينزل المستشفيات او بينزل مراكز المستشفيات، يعني يشتغلوا بيه مراكز الكلى او كده، باجي اشتغل بيه انا محلول 50%، ده تصنيع عندنا احنا. يجي مثلا يجي بعض المزارعين او بعض اصحاب الاراضي يقول لا انا عايز محلول ستريك 50%، فانا ما بفرقش هنا في تصنيعي المنتج ده رايح للمجال الزراعي ولا مجال طبي. انا بطلع باتشايه فيها 1000 عبوه نزلت على الفروع بتاعتي على الست فروع. طبعا انا مش عارف مين المنتج، مين الاند يوزر اللي هيجي ياخدها مني في الاخر. الاند يوزر بتاعي جه خدها طبي، انا بنزلها ان هي طبي، الاند يوزر لما يجي ياخدها طبي بتشتغل معاه، هيجي ياخدها زراعي او اند يوزر زراعي هياخدها طبي هتشتغل معاه. لكن الغلط بقى، واللي هو مش هقول ان الناس بتختلف، هي لا، انا بنزل المنتج طبي ابيعه، ممكن ابيعه زراعي، لكن ما ينفعش انزل منتج صناعي ابيعه ان هو طبي، لانه كل زي ما ايه يعني احنا زي ما وضحت لحضراتكم ان انا جميع المنتجات الطبيه احنا تبقى خام تصلح للزراعي، تصلح للغذائي، لان دي ماده طبيه. لكن ما ينفعش انزل ماده صناعيه انا اقول لا دي تنفع للزراعه او تنفع للطب او كده. طبعا العبوات عندنا يمكن دي تقريبا احنا تقريبا المصنع الوحيد ان احنا بيبقى عندنا الداتا شيت بتاعتنا على العبوه كامله. يعني حضرتك الداتا شيت بتاعت اي منتج بتلاقي حضرتك البيانات بتاعته كامله عليه، سواء تركيزات سواء داتا عن المنتج نفسها موجوده على العبوه نفسها من بره. ده في جميع المنتجات بتاعتنا. طبعا جميع المنتجات بتاعتنا برضو بيبقى فيها معاها شهاده التحليل بتاعتها، كل الداتا اللي بيحتاجها المصنع المصري، لان المصنع برضو بيحتاج او الباحث، حتى احنا برضو مجال شغلنا مع طلبه الابحاث او الباحثين او كده بيحتاج الداتا او بيحتاج ليه داتا معينه بيحتاجها سواء في بحثه، او حتى المصنع المنتج بيحتاج داتا معينه في الستبس بتاعت الشغل بتاعه. طبعا الستبس دي بتبقى موجوده عندنا سواء على الكيو ار بتاع العبوه، او سواء على الداتا شيت بتاعت العبوه اللي موجوده بره، او طبعا في شهاده التحليل بتاعتها، او عن طريق خدمه العملاء بقى اللي موجوده في المصنع عندنا. طبعا النقطه الثانيه اللي انا عايز اوضحها برضو ان احنا بنشتغل في برضو بقيه المجال بتاع المصنع، يعني زي ما قلت لحضراتكم ان احنا بنشتغل حوالي 1000 ماده. 1000 ماده منهم زي ما برضو وضحت ان هي منهم تصنيع من اي تو زد، او منهم استيراد. وبرضو عشان برضو اوضح لحضرتك في نقطه، الاستيراد مش مجرد ان احنا بنستورد ماده نعمل لها باكينج، يعني بنستورد ماده بلك نعمل لها باكينج عندنا او تجزئه، لا، احنا الاستيراد عندنا انا ممكن استورد منتج استيراده 99% انا احوله في مصنعي بمعداتي وبادواتي 99.9%، لان انا بشتغل أنا لو انا بشتغل على المنتج زي مثلا ايه زي الناس الصوره الذهنيه اللي عند الناس، يعني انا باجي بعمل لها باكينج واجي استوردها واعمل لها باكينج عندي هنا وابيعها تاني للمنتج واحط، لا ده مش مجال، ده كده ما بيبقاش مصنع. لكن احنا عندنا هنا انا ممكن استورد شغل 99% اطلعه من عندي 99.9%. طبعا احنا مصنع من 89 الى ان من تقريبا من 10 سنين تقريبا اتحولنا لشركه مساهمه، بوفر منتج انا، المنتج ده بيفضل بيظل بتاع كيماجيت بلك ليها لغايه ما العميل يمسك العلبه وخلاص انا العلبه بتاعتي فضيت رميتها. انا مسؤول عن هذا المنتج لحين انتهائه، انا ككيماجيت مسؤول عن هذا المنتج لغايه استخدامه الاخير. جميع الداتا اللي موجوده عن المنتج هي موجوده داخل العبوه. جميع شهادات التحليل برضو، خلي بقى برضو عشان النقطه دي اوضحها، احنا شهادات التحليل حتى لو بنستورد ماده بنيجي بنعيد الشغل عليها في المصنع بطلع شهادات التحليل. شهادات التحليل معتمده من مصنعي انا، مش معتمده من طلع من انا اللي بحلل،
ليه؟ لان انا بدي حضرتك منتج كيماجيت جارانتي. بمعنى ايه؟ بمعنى حضرتك واخد عبوه كيماجيت كمصنع محلي بيوفر كيماويات كتيره بديله للمستورد، او مش مش كتيره بديله للمستورد، هو تقريبا بيوفر 90% من البديل من المستورد. توجيهات القياده السياسيه او توجيهات البلد عامه دلوقتي حاليا يعني ان احنا بنوفر بندعم المنتج المصري على اساس ايه؟ بانه بيوفر عمله صعبه للبلد. فطبعا انا كمصنع لازم يبقى احنا عندنا ما ينفعش اعمل منتج اقل من المستورد، وخاصه حاليا انت مجال شغلنا ان احنا بنشتغل مع مصانع ادويه، مصانع خامات دوائيه. مصانع خامات دوائيه زي اللي هي حضرتك بتتكلم عن مصنع خامات دواء، يعني هو بيعتمد عليك بديل المستورد، فلازم حضرتك العبوه اللي طالعه من عند حضرتك تبقى العبوه الواحده مضاهيه للعبوه المستورده، يعني هو بالعكس ده هتبقى افضل من العبوه المستورده. لذلك احنا عندنا في المصنع هنا انا زي ما بلغت حضراتكم ان احنا ما عندناش الموضوع اللي هو العامل البشري. انا عندي مكن، تعبئه مكن، حتى لو شغل عندي الشغل مثلا حاجات في العلميه او بزود برفع كفاءه منتج او برفع كفاءه ماده انا مستورده ارفعها كفاءتها، ده طبعا بيبقى كل ده شغل عن طريق شغل معدات ومكن مش يدوي. هي بتبقى دعم مننا لتوجه الدوله دلوقتي ان احنا بنتكلم ان احنا بنطلع ان في منتج مصر، ان يعني في يا جماعه في مصنع مصري بينتج حوالي فوق ال1000 ماده، بيشتغل عليها. يعني الباكينج بتاع العبوه دي بيسموها زي كده، بيسموها العبوه دي عندنا، حتى مجلس الاداره دايما يقول لا العبوه دي عندنا زي اولادنا، يعني العبوه دي بتفضل بتاعتنا لغايه ما العميل خلاص احنا انتهى من العبوه ورميها. فده بس عشان ما اطولش على حضراتكم، ده كده بريف صغير عن الشركه. طبعا انا في الاول وفي الاخر بحب اشكر مؤسسه دار الهلال على ان هي سمحت لنا الفرصه دي ان احنا نلتقي بحضراتكم ونعرف نفسنا بحضراتكم يعني بالقراء. طبعا ده شرف لينا وهم نورونا طبعا في المصنع. والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.